خوتي مغاربة، صباح الخير عليكم. اليوم 2/8/2022 كانت واجد حدا مستشفى الحسن الثاني بأكادير. كتشوفوا معايا هاد الجوج ديال لي شابيتو اللي كاينين هنايا، هادو كانوا داروهم على قبل كوفيد، هادي تقريبا واحد العام ونص وهما تما كضرب فيهم الشمس مغبرين مسخين، ما نقاوهم حتى حاجه. بغيت نعرف ما الجدوى من هاد القياطن، واحد راه تابع لوزارة الصحة واحد تابع لوزارة الداخلية، فيهم كل تجهيزات طبية وداك شي كيتغبر تما وكيتصدى في الوقت اللي مستشفى الحسن الثاني محتاج لهاد التجهيزات كاملة. واش هاد شي كامل هذا المال العام؟ واش هاد البلاستيك ديال هاد القياطن عام ونص تما الشمس غتكون كرفساتهم؟ ما مسوقينش حتى شي واحد ما مسوق، علاش ما ديمونطاوش؟ علاش هاد الماتيريال ما دخلش المستشفى الحسن الثاني؟ علاش هاد سوء تدبير هاد القطاع ديال الصحه عندنا في مدينه اكادير؟ كتعرفوا مستشفى الحسن الثاني رئيس الحكومه عزيز اخنوش هو رئيس المجلس الجماعي لمدينه اكادير. سمعتوا الويكند اللي فات كيقول انه بغى يهدي واحد الحافله لفريق حسنيه اكادير، حافله كتسوى تقريبا واحد على ما قالوا لي الناس ديال الحسنيه فايته 280 مليون. دابا عزيز اخنوش مشى لهاد القضيه باش يعطي حافله لكسب عطف الجمهور ديال الحسنيه، يعني كيهمو غير الصوره ديالو من بعد هذيك الفضيحه ديال تيميتار. اشنو كيمنع رئيس الحكومه اللي هو في نفس الوقت رئيس المجلس الجماعي واغنى رجل في المغرب ما يجي لهذا المستشفى ويتبرع عليهم بالمعدات، يتبرع عليهم بالتجهيزات وبالادويه؟ خصوصا راه هو ماشي بخصوص، الا كتعقلوا على طريق القباج الله يذكره بخير، شحال من حاجه دارها من جيبه، رجل غني، شحال من حاجه شحال الماتيريال جاب هو من جيبه على حساب الشركه ديالو ونفقات السفر وشحال من حوايج دار. الى حد الان ما شفناش حاجه وحده مبادره وحده انسانيه من عند عزيز اخنوش اللي هو رئيس الحكومه. السيد والي جهاد سوسمسه ما كنفهمش هاد الضياع ديال هاد القياطن اللي باقيين هنا، هاد لي شابيتو اللي هنايا كتاكل فيهم الشمس والتجهيزات والجروب الكتروجين وهادشي كامل كيتغبر كيتصدى في الوقت اللي مستشفى الحسن الثاني محتاج لهادشي. خوتي المغاربه، شكون اللي عمرو شاف الطوموبيل ديال الوقايه المدنيه باللون الوردي غوز دايره بحال بلاي بوي، تيرمون ضربات كومبريكوليا كلها بعدا ما كاينش الدجاج هاد اللور ديالها بريكولاج. تصوروا معايا اللون ديالها وردي، ويمكن هاد الوقايه الملاح وشوفوا التفاخن التلوث لي زامورتيسور عندها 200 كتشطح الطوموبيل بما دات شي حفره الرويد كينقزو. ياك ما هذه الوقايه المدنيه خاصه بالنساء ولا شي حاجه، لان الغوز يمكن غير ديالهم. هاد السياره عندنا في اكادير، هيا غوز. من المهازل الاخرى للمجلس الجماعي لمدينه اكادير، كتعرفوا هذوك المطاعم اللي كانوا ديال السمك في المدخل ديال الميناء ديال اكادير، حيدوهم من تما وجابوهم هنايا طلعه ديال اكادير وفلا. اولا شوفوا معايا هذا العاوتاني، هذا القياطن كي مسخين مغبرين، كتشوفوا لهيه كاين واحد لو شونتي دونك الغباريه نايضه، كنجيو لهنا الغباريه نايضه، وهادشي راه الفشفاش يعني دغيا كطلع الغبره. وهنا داروا مطاعم اللي ما فيهاش ادنى احترام شروط السلامه الصحيه ديال المواطنين. واش كاين شي واحد غيدير مطعم هنا والغباريه نايضه هنا؟ يعني غتجلس تاكل الحوت بالغبره؟ واش كاين لي سيرفيس ديجيان كيدوزوا يوميا هنا ويقلبوا ويشوفوا؟ وكاين
شي منتخب ولا شي مسؤول سليم عقليا غادي يرخص المطاعم ديال الحوت بلانير بحال هكا وسط الغبره. صراحه مهزله. شوف غير القيطون كيولا بالغبره ولا بيضين ولا قهويا ولا شنو هذا اللون هذا، مهزله. وكنتكلموا على السياحه وبغينا الناس يجيو ولو هادشي مؤقت، ملي كنتكلموا على مؤقت حنا كنتكلموا على عامين قال لك ديال الاشغال ولا عام ونص ديال الاشغال، يعني هاد القياطن غيبقاو هنا عام ونص ولا عامين. هذا هو الهبال. وما كنتكلموش على هاد المطاعم، الا بغينا نسميهم مطاعم انا ما نسميهمش مطاعم، مهم كيقليو بالزيت والبوطه الا مشات تشعلت في هاد القياطن هادو. روينا روينا، وحتى فين يهربوا الناس كيفاش، غير الله يصاوب لهاد المدينه هادي. واش كاين شي مسؤولين بمدينه اكادير، شي مسؤولين اللي كيغيروا على هاد المدينه، اللي ضربهم النفس على هاد المدينه؟ اليوم الحد 7 غشت 2022، هادي 9 ديال الليل، كانت واجد بمصب واد سوس مع الشاطئ. كتعرفوا شوفوا هنا في واد سوس هذا اللي كتشوفوا هنا، هادي الشبكه، شوفوا واحد الشبكه قداش من ديورها هنا. لا ماري دابا نازله، باش ملي غتطلع لا ماري الحوت كله اللي كيدخل هنايا باش يبيض غادي يترجع لا ماري، غتشدو بهاد الشبكه هادي. هادي شبكه نمره واحد. دابا غير هنايا في هاد الليل كاينين حسبت 9 ديال الشباكي، ومن واد سوس حتى يمكن واحد 8 كيلومتر ولا 9 كيلومتر في اتجاه بحال غادي لتيفنيت وسيدي الرباط، وهذا من واد سوس العشرات من الشباكي محطوطين في الرمله، يعني باش كيتسناو على ما تطلع لا ماري الحوت كامل اللي جا للشاطئ باش يولد مشى كامل، داكشي غادي تشد العشرات غادي، والشبك شبك شبك مشتت تما، وكل شبكه ما كاين غير قداش شنا هي. واش هاد المسؤولين عندهم شي عقل ولا لا؟ معايا الحوت هاد الصغير كله داخل هنايا باش يبيض. دابا انا درت الضو ديال الموتور، كاع هادشي غادي يشدو داك الشبك، وخاصكم تشوفوا حتى لي ماي، الماي كي صغير ديال داك الشبك، يعني كلشي الحوت جريمه غترتكب هنايا ولا ترتكب. واجيو تشوفوا حاجه واحده اخرى، كتشوفوا معايا هاد العدد ديال الفليك اللي كاينين تما كاملين مستفين، هادوك ما كايناش 100 متر من الرمله ديال الشاطئ. شوفوا شحال ديال الفليك، وراه ماشي غير هاد البلاصه، هاد الشيء راه من هنايا حتى الامسوان كله الفليك كيصيدوا جنب الشواطئ، يعني كل شيء الحوت اللي كيجي يبيض كله مشى. هنايا ها هي اكادير المدينه.